علمت قناة شوف تي في أن الفنانة دنيا بطمة منحت ابنتها الثانية التي رزقت بها قبل قليل من يومه السبت اسم ليلى روز، ويأتي اختيار بطمة لليلى روز كدليل كبير على محبتها الشديدة لوالدتها ليلى، حيث اختارت أن تمنح مولودتها الجديدة هذا الاسم بالإضافة إلى روز بمعنى الوردة، والذي يبدو غريبا على الثقافة المغربية والعربية. يذكر أن صاحبة أغنية مزيان واعر هي الزوجة الثانية لمحمد ترك، ولها منه ابنة أولى اسمها غزل، وتبلغ من العمر حوالي 3 سنوات.